انت متخيل طبعا يعني انك تقدر من خلال تليفونك انك توصل لواتساب تليفون تاني عن بعد وتشوف كل المحادثات والمكالمات والصور والريكوردات، وكمان تقدر تتحكم في الواتساب ده من خلال لوحة التحكم اللي انت شايفها قدامك دلوقتي. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكون كلكم كويسين وبخير دايما يا رب. كنت اتكلمت معكم في الفيديو قبل كده عن موقع وتطبيق موني ماستر، وكنت قلت لكم ان هو افضل اداه تقدر انك تستخدمها في مراقبه اي تليفون سواء اذا كان اندرويد او ايفون. وطبعا الاداه دي استخدامها الاساسي هو الرقابه الابويه، علشان تقدر من خلالها انك تتابع نشاط طفلك واستخدامه للتليفون عن بعد، وتعرف ايه البرامج اللي بيستخدمها والصور اللي بيتفرج عليها. كمان تقدر انك تحدد موقعه او تتحكم في التليفون بتاعه بشكل كامل، وبالتأكيد دي هتكون حاجة مفيدة علشان تطمنك على استخدام طفلك الصغير للتليفون في ظل التطور الرهيب اللي احنا شايفينه في استخدام الهواتف وفي استخدام منصات السوشيال ميديا. فلو حابب انك تشوف الفيديو ده هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن بوكس وفي اول تعليق. ولكن فيديو النهارده انا جاي اعرفك فيه على اداه تانية من موني ماستر، وهي موني ماستر فور واتساب. وطبعا واضح من اسمها ان هي اداه لمراقبه الواتساب عن بعد، يعني هتقدر من خلالها انك تراقب المحادثات بتاعتهم وتعرف بيتكلموا مع مين، ايه الصور والفيديوهات اللي بينزلوها على تليفونهم او بيشيروها مع بعض، ايه الستوريز او الصور اللي ممكن ان هم يبقوا بيتفرجوا عليها. كمان هتلاقي عندك اكتر من 15 اداة مختلفة لمراقبة الواتساب بتاعهم والتحكم فيه. تقدر تقول انك دلوقتي هتبقى مطمن على طفلك اكتر وهو بيستخدم الواتساب، لانك هتبقى متابع الواتساب بتاعه بشكل كامل تقريبا من خلال الاداة بتاعت موني ماستر للواتساب. وبتقدر انك تتحكم في كل الحاجات دي من خلال لوحة التحكم الموجودة على موقع موني ماستر، اللي بتقدر انك تفتحها عن طريق البي سي او اللابتوب بتاعك، او حتى من خلال الموبايل سواء اذا كان اندرويد او ايفون. ولكن علشان يبقى الشرح اسهل والرؤيه تبقى اوضح بالنسبه لك، فانا هستخدم لوحه التحكم بتاعه اللابتوب علشان اقدر ابين لك عليها كل المميزات بتاعه التطبيق، واعرفك ازاي انك تقدر تنزل التطبيق على تليفون طفلك. واول خطوه هتعملها انك هتدخل على التطبيق بتاع موني ماستر فور واتساب عن طريق الرابط اللي سايبه لك في صندوق وصف الفيديو. واول ما تدوس على الرابط ده هيفتح معاك موقع موني ماستر فور واتساب زي ما انت شايف دلوقتي، وهتقدر من خلال الموقع انك تشوف كل المنتجات بتاعه موني ماستر وتتعرف اكتر على مميزات تطبيق موني ماستر فور واتساب. تاني خطوه هتعملها بعد كده انك هتسجل دخول في الموقع بتاع موني ماستر عن طريق انك تدوس على خانه التسجيل زي ما بتسجل دخول في اي موقع بتستخدمه، وهتكتب الايميل والباسورد بتوعك علشان يبقى ليك ملف على الموقع بتاع موني ماستر. بعد ما تسجل دخولك على الموقع هتيجي فوق كده وتختار الداشبورد او لوحه التحكم، فده هيدخلك على لوحه التحكم بتاع التطبيق، وهيظهر قدامك بعد كده اختيارين، هل اذا كنت عايز تنزل التطبيق ده على تليفون اندرويد ولا على تليفون ايفون او بنظام تشغيل اي او اس. ولكن انا هنا علشان بجرب على تليفون اندرويد، فطبعا هدخل على الصفحه بتاعه الاندرويد، فهيفتح معاك صفحه تانية بعد كده هتلاقي فيها شرح مفصل ازاي انك تقدر تنزل التطبيق ده على تليفون طفلك، وهتلاقيه بيطلب منك انك تفتح الموقع اللي موجود تحت ده على تليفون طفلك علشان تنزل عليه التطبيق. فكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هفتح الموقع ده على التليفون اللي عايز انزل عليه التطبيق، وبمجرد ان الموقع يفتح كل اللي عليك انك تعمله انك هتسحب الشريط ده كده على اليمين، فهيظهر معاك بعد كده واجهة التحميل بتاعة التطبيق، فهتدوس تحميل، وبمجرد ان التطبيق تحميله يخلص على التليفون هتدوس على كلمة تثبيت علشان تبتدي تثبت التطبيق على التليفون زي ما بتثبت اي تطبيق على التليفون اونلاين. ومجرد ان التطبيق يتثبت ويفتح على تليفونك لازم توافق على السياسة بتاعة الخصوصية بتاعة الاستخدام اللي ظاهرة قدامك. بعد كده هتفتح معاك صفحة تسجيل دخولك على التطبيق، وهنا لازم تركز لانك هتستخدم نفس الايميل والباسورد اللي استخدمتهم علشان تسجل دخولك على الموقع بتاع موني ماستر على اللابتوب. فهتبدأ معاك عملية تسجيل الدخول على التطبيق، وهتظهر قدامك بقى مجموعة من الاختيارات زي انك تكتب اسم طفلك وتختار النوع بتاعه وسنه قد ايه، وهيظهر معاك بعد كده مجموعة كبيرة من الصلاحيات لازم توافق عليها كلها علشان التطبيق يشتغل معاك بشكل كامل. وعموما هتلاقي كل الصلاحيات دي موجودة على الموقع بتاع موني ماستر وازاي انك تقدر تفعلها، ولكن ما تقلقش يعني الموضوع مش صعب، انت هتعمل كده مرة واحدة بس في أول مرة بتنزل فيها التطبيق، وبعد كده خلاص التطبيق هيبقى شغال معاك مش هتحتاج إنك تعمل كده تاني. بعد ما تخلص الموافقة على كل الصلاحيات دي وتوصل للصفحة الأخيرة هنرجع مرة تانية على اللابتوب علشان نقول له فيريفاي علشان نعرفه إن إحنا خلصنا كل الخطوات المطلوبة مننا على التليفون. وآخر خطوة مهمة لازم تعملها إنك تعمل سكان للكيو آر كود من الواتساب بتاع تليفون طفلك، فهتفتح الواتساب بتاع تليفون الطفل وتعمل ربط جهاز وتسكان الكيو آر كود، وبعد كده هتلاقي لوحة التحكم فتحت معاك على الموقع بتاع موني ماستر. ومن خلال لوحة التحكم دي هتقدر انك تتحكم بشكل كامل في الواتساب بتاع تليفون طفلك. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو انك برضو بتقدر تدخل على لوحه التحكم دي من خلال الموبايل عن طريق انك بتدخل برضو على الموقع بتاع موني ماستر وبتسجل دخول بالايميل والباسورد بتوعك،
فتلاقي ان لوحه التحكم اللي ظهرت على التليفون بتاعتك هي نفس لوحه التحكم بالظبط اللي موجوده على الموقع اللي على اللابتوب، وهتلاقي عندك على الشمال مجموعه كبيره جدا من ادوات بتقدر عن طريقها انك تتحكم في الواتساب، زي مثلا الشاتس او المحادثات دي هتلاقي عليها كل المحادثات اللي بتحصل على الواتساب في الوقت الفعلي، بمجرد ان اي رساله اتبعت على الواتساب هتظهر قدامك هنا. هتلاقي عندك كمان الستارد مسدجز او الرسائل اللي بتكون متعلمه بنجمه، هتلاقي كمان الصور والفيديوهات واي ريكوردات موجوده على التليفون. بعد كده هتلاقي عندك الكونتاكتس بروفايل او جهات الاتصال الموجوده كلها على الواتساب، هتلاقي عندك بعد كده كمان الستاتيوس او الحاله، هتلاقي كل الحالات موجوده بتاعه الواتساب قدامك في الستاتيوس. كمان هتلاقي ميزه مهمه جدا وهي اللوكيشنز، واللي بتقدر عن طريقها انك تحدد الموقع بتاع تليفون ابنك فين بالظبط، فدي من المميزات المهمه جدا. ده غير طبعا الكولز اللي بتقدر عن طريقها انك تشوف كل المكالمات اللي موجوده على التليفون. وبعد كده هتلاقي عندك الميديا او الوسائط، ودي بيكون فيها كل الميديا اللي موجوده على الواتساب، زي الفويسز اللي بيكون فيها كل الرسائل الصوتيه، الفوتوز هتلاقي فيها كل الصور، الفيديوز هتلاقي فيها طبعا كل الفيديوهات، والدوكيمنتس هتلاقي فيها كل الملفات اللي اتبعتت على الواتساب. كمان هتلاقي عندك بعد كده السكرين شوتس او اي صور تم التقاطها على التليفون. وكمان هتلاقي في ميزه مهمه جدا وهي الكيورد اليرت او التنبيهات بتاعه الكلمات المفتاحيه، واللي بتقدر من خلالها انك تحدد مجموعه معينه من الكلمات، بحيث ان لو ابنك استخدم الكلمات دي وهو بيبعت اي رساله لحد او استقبل اي رساله من حد فيها الكلمات اللي انت حددتها دي، فبيبتدي البرنامج ان هو يبعت لك اشعار او تنبيه ان ابنك استخدم كلمه من الكلمات اللي انت حددتها دي في المحادثات بتاعته. وغيرها من المميزات الكتير اللي تقدر انك تتعرف عليها بنفسك لو دخلت على موقع موني ماستر فور واتساب من الرابط اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. ولكن طبعا كل المميزات دي مميزات مدفوعه مش مجانيه، وليها اكتر من خطه من خطه الدفع، ولكن ما تقلقش لان جايب لك كود خصم 70 سبيشال اللي هيدي لك خصم حلو جدا على اي خطه من خطه الدفع الموجوده على الموقع. في النهايه حابب اقول لك ان اداه موني ماستر فور واتساب هي من اقوى الادوات اللي شفتها في مراقبه الواتساب والرقابه الابويه، ولكن انا طبعا ضد اي حد ممكن ان هو يستخدم التطبيق ده في استخدام تاني غير الرقابه الابويه. وما تنساش ان انتهاك خصوصيه اي حد والتجسس عليه في الاخر هي حاجه حرام وربنا يحاسبك عليها. ويا ريت لو تكتب لي رايك في التعليقات في المميزات بتاعه تطبيق موني ماستر فور واتساب، هل عجبتك ولا لا. اتمنى في النهايه الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.